السلام عليكم. احنا هنتكلم بتفصيل النهاردة عن وحدة الأوبريتور او الاسم الدارج لها العدة المميزة، وهي في منها موديلات كتير. دي مثلا MT-556 وراكب معاها ال DSS unit، دي ال 546 6 line display، شاشة 6 سطر. دي ال 543 3 سطر. دي ال 521 سطر واحد. دي 343 برضو شاشة 3 سطر. الأوبريتور ال NS500 أو العدة الديجيتال أو العدد الديجيتال بتوصل على كارت ال DLC بيجي بيلت إن في الكابين الأساسية، واللي بيديني إمكانية توصيل عدتين IP فيزيكالي، وبقدر أحط معاهم بالـ DXDP أو ديجيتال إكسترا ديفايس بورت عدتين تانيين. العدد الـ IP بتتوصل على المخارج 1 و2 و3 و6 بكابل RJ45 عادي جدا، اللي هما الجزء البرتقاني للعدة 101 والجزء الأخضر والأخضر أبيض للعدة 102. وطبعا زي ما احنا عارفين بيتوصلوا على 1 و4 في الروزيتا، مش على 2 و3 اللي هما اللي برا، مش اللي في النص، اللي في النص العدة السنك. هنا الصورة أوضح شوية، ونحدد إن الأبيض برتقاني، برتقاني برتقاني أبيض هما للعدة 101، والأخضر أخضر أبيض للعدة 102، اللي هما ترتيبهم 1 و2 و3 و6، اللي بيخرجوا من كابل RJ45 متوصل على كابينة على كارت الدي ال سي. لو أنا حاطط كارت 570 على الكابينة ال NS500، هقدر آخد مع العدة الديجيتال عدة ديجيتال سليف ليها وعدة سنجل، وكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. يبقى الكارت في الحالة دي هيخرج لي 12 عدة، 8 ديجيتال، 4 ماستر و4 سليف و4 عدة سنجل. ده ظهر العدة 5 4 3، وده الجاك اللي جاي من المين يونت من السنترال، ومن هنا من نفس العدة بقدر احط العدة. لو دي 101 ووصلت انا عدة هنا كابل RJ11 هيديني 103، ولو دي العدة 102 ووصلت عدة ديجيتال زيها تاني نفس الموديل نفس الشكل او اي موديل مختلف ما تفرقش، لكن المهم ان 101 هتديني 103 من هنا، و 102 هتديني 104 من هنا. الاوبريتور مش شرط يكون عدة ديجيتال او عدة IP، لكن ممكن احطه عدة سنجل، وممكن اغيره. هو الديفولت اللي هو جاي على البورت 101 اللي هو اول جاك على السنترال في كارت الدي ال سي، لكن انا ممكن بالبرنامج اغيره واخليه اي جاك مختلف تاني. خطوة البرنامج بين العدة اللي هي 006. لو من الكمبيوتر او من اللابتوب بخش على السيستم اوبريتور اند باك جراوند ميوزك، وبقدر احط في كل تايم شيفت اوبريتور خاص بيه، ومش لازم يكون عدة بالتحديد، لكن ممكن يكون كل الاختيارات دي سواء عدة او بورتابل ستيشن او ان كان كول ديستريبيوشن جروب او بورتابل ستيشن رينج جروب او رساله ديزا اللي هي احيانا بنستخدمها للعوده القائمه الرئيسيه، يضغط صفر مثلا فيضغط صفر فيروح للديزا. يبقى انا هنا الزيرو او الاوبريتور عايزه يكون الرساله بتاعه اي رساله من الرسائل ال 64 موجودين عندي، او الاكسترنال بيجر، او كل الحاجات المذكوره هنا ممكن تكون اوبريتور، مش لازم عدة واحدة، ممكن يكون مجموعة من العدد او OGM message زي ما هنبين هنا. ممكن
لو اخترت وايرد اكستنشن هتجيني لستة بالعدد، لو اخترت من كام كول ديستريبيوشن جروب هتجيني كام كول ديستريبيوشن جروب مخصوص. انا ممكن اقف عند اي واحد من هنا واعمل اد، هيتنقل عندي هنا. هنشوف هعمل ايه دلوقتي. ممكن يكون فيزا مسج، ممكن يكون اكسترنال فيتشر، ممكن تكون البورتس اللي هي عليها الانفايد مسج او الفويس ميل اكستنشنز whatever. ممكن تكون جهاز الفويس ميل هو اللي حاطط لي بزيرو او هو الاوبريتور. ودي انكم كول ديستريبيوشن جروب ليستد، وهنا الكود بتاع طلب الاوبريتور هو زيرو، وممكن يتغير يبقى 9، ممكن يتغير بقى اي حاجه تانية مع مراعاه ان احنا هنغير النمبرنج بلان كله. لو انا مركب كارت 570 على الكابينة ال NS500 اللي هو DHL C4، ده هيديني زي ما قلنا 8 عدد ديجيتال، 4 ماستر و 4 سليف و 4 عدد سنجل بالشكل ده. احنا هنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا حاطينه في سلوت رقم 6. جينا بصينا في ال extension setting هنلاقيه في سلوت 6 في عندي 12 مخرج. اول اربعة هما الاربعة الديجيتال ماستر، اللي بعديهم الاربع عدد السنجل، اللي بعديهم الاربع عدد الديجيتال سليف اللي هما هيتاخدوا من الاربعة الاولين. لو رحنا على البرنامج شوف ان الاوبريتور ممكن يكون عدة، لكن ممكن اغير destination. اجي هنا واعمل ديليت واختار مثلا كم كول ديستريبيوشن جروب، واختار مثلا جروب 03 واعمل اد. اوكي بقت دلوقتي في الحاله دي اوبريتور هنا 603. ممكن في اللانش يبقى destination تاني مختلف خالص، ندليت هنا وناخد ال OGM. اي رسالة فيهم نعمل لها اد بالشكل ده. انا بقدر اغير الاوبريتور بالاختيارات دي كلها، وان شاء الله في المرات الجاية والفيديوهات الجاية هنتكلم عن توصيل العدد العادية وتوصيل الاوبشنز وتوصيل الخطوط الخارجية والدور اوبنر والدور فون وهكذا. شكرا، نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.